اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا بكلائك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام، واجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين.